يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: يكتب في إناء نظيف إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها، وذكر كذلك ما يكتب على جبهة من فيه رعاه. يقول هل هذا العمل صحيح وهل له أصل من السنة؟ نعم، الكتابة في الأوراق أو الكتابة في الأواني ثم يغسل ويشرب، هذا فعله السلف، رخص به الإمام أحمد بن حنبل، لأنه من الرقية ومن الاستشفاء بالقرآن، فلا مانع من ذلك. نعم.